احنا ميزانيتنا من محافظة بغداد 5 بند ورق فقط. لا هذا كلام مسؤول عليه انا يعني. يعني هاي على مدار السنة؟ على مدار السنة. 5 بند ورق. زين شلون تصرف انت؟ والله هم يعرفون شلون، يعرفون بظروفنا ووضعنا. انا دائما السيد المحافظ عندنا مشاكل بهذا الوضع، مو بس انا، كل الوحدات الإدارية. بس انا باعتبار منطقة جديدة وتحتاج يعني، وانا اللي جاي اعاني يعني، صعب جدا ترى، مو عبالك يعني فد شيء هين.